السلام عليكم ورحمة الله. يوم القيامة هو يوم الحق، هو يوم الحساب، هو يوم تتقلب فيه القلوب والأبصار. فهذا اليوم له علامات تقع قبل حدوثه، وقد أخبرنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وسنذكر العلامات كاملة ذات الإسناد الصحيح دون ذكر الأحاديث. ونبدأ بعلامات الساعة الصغرى، فمن علاماتها أولاً بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وموته صلى الله عليه وسلم وفتح بيت المقدس. طاعون عمواس، وهي بلدة في فلسطين. استفاضة المال والاستغناء عن الصدقة. ظهور الفتن، ومن الفتن التي حدثت في أوائل عهد الإسلام مقتل عثمان رضي الله عنه، وموقعة الجمل وصفين، وظهور الخوارج، وموقعة الحرة، وفتنة القول بخلق القرآن. ظهور مدعي النبوة، ومنهم مسيلمة الكذاب والأسود العنسي. ظهور نار الحجاز، وقد ظهرت هذه النار في منتصف القرن السابع الهجري في عام 654 هجريا، وكانت نارا عظيمة، وقد توسع العلماء الذين عاصروا ظهورها ومن بعدهم في وصفها. قال النووي: خرجت في زماننا نارا في المدينة سنة 54 و600، وكانت نارا عظيمة جدا من جنب المدينة الشرقي وراء الحرة، وتواتر العلم بها عند جميع الشام وسائر البلدان، وأخبرني من حضرها من أهل المدينة. ضياع الأمانة، ومن مظاهر تضييع الأمانة إسناد أمور الناس إلى غير أهلها القادرين على تسييرها. قبض العلم وظهور الجهل، ويكون قبض العلم بقبض العلماء كما جاء في الصحيحين. انتشار الزنا، انتشار الربا، ظهور المعازف، كثرة شرب الخمر، تطاول رعاء الشاة في البنيان، ولادة الأمة لربتها كما ثبت ذلك في الصحيحين. وفي معنى هذا الحديث أقوال لأهل العلم، واختار ابن حجر أنه يكثر العقوق في الأولاد فيعامل الولد أمه معاملة السيد أمته من الإهانة والسب. كثرة القتل وكثرة الزلازل، ظهور الخسف والمسخ والقذف، ظهور الكاسيات العاريات، صدق رؤيا المؤمن، كثرة شهادة الزور وكتمان شهادة الحق، كثرة النساء، رجوع أرض العرب مروجا وأنهارا، انكشاف الفرات عن جبل من ذهب، السباع والجمادات تكلم الإنس، كثرة الروم وقتالهم للمسلمين، وفتح القسطنطينية. وأما علامات الساعة الكبرى فهي التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه، وهي 10 علامات: الدجال، ونزول عيسى بن مريم، ويأجوج ومأجوج، و3 خسوفات: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، والدخان، وطلوع الشمس من مغربها، والدابة، والنار التي تسوق الناس إلى محشرهم. وهذه العلامات يكون خروجها متتابعا، فإذا ظهرت أولى هذه العلامات فإن الأخرى على إثرها. روى مسلم عن حذيفة ابن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر، فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. قال: إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات. فذكر الدخان والدجال والدابة
وطلوع الشمس من مغربها، ونزول عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم، ويأجوج ومأجوج، وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. أما اليوم قد رأينا العديد من شروط الساعة الصغرى قد تحققت والله أعلم، كتشبه الرجال بالنساء، وتشبه النساء بالرجال، وظهور المعازف، وظهور الجهل في الدين، وتصديق الرويبضة، وتكذيب الأمين، وتصديق الكاذب. إخوة التوحيد، نكتفي بهذا الكلام. نهاية نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على دينه، وأن يلهمنا الصبر، وأن يجعلنا وإياكم من عباد الله الصالحين الذين يقبضون على دينهم كالقابضين على جمرة من نار.